تقريبا كل واحد عمل خياراته في التلفزة، كل واحد عارف على شنو يسهر. حاتم نبدأ بيك، حكينا على عمل انتقال من ديجيتال للتلفزة للصديقنا سابر الوسليتي. حاتم التفاصيل. اللي باش نحكي عليه هو سيت كوم خفيف نظيف اسمه فو بروفيل، 10 دقائق. انتقل من الديجيتال للتلفزة خاطر بتاتر الفورما هذاك ولا التركيبة متاعه تعاملت للديجيتال، لكن كنجح في الديجيتال الناس ما قررت باش تعديه، مع الأسف تعدي فيه مخر مع الأحداش متاع الليل. إخراج محمد أمين الزيادي وكتابة محمد صبر الوسليتي. الحاجة اللي اكتشفوه فيه مواضيع التريز أوريجينو، خاطر الفكرة بيدها طفلة تفركس على شريك عمرها، دوك تعمل نوعا ما ان كاستين كل مرة يجيها ان بروفيل. تعرف كتابة صابر معناها فيها برشا عمق وفيها برشا أوريجيناليتي. الحاجة اللي نتسألها علاش هذا ما يتعداش مع شقان الفطر؟ تو نعرف اللي نسمع عندها براتيكمون سيري معناها هزليه ناجحه اللي هي السوبر تونسي، تنجم تفوح بها قبل معناها بعد المسلسل بتاع رجوج، معناها نخليوها للاخر الليل اللي العباد الكل فانا توقيت تعدى حداش ويش وفهم معناها فهمت الورك، هي اللي ديفوندابل. وهنا بربي بارونتيز، راه فما حاجات دو كاليتي، مش بالضروره يلزمنا نعملوا حاجه اللي تو بوبليك كما يقولوها، ولا نفركسوا على ضحكك اللي بالكورنو وبالقمع ورينا برشا سلسلات. فما حاجات فيهم ضحك انتليجون لو جعليت ميسيلش، خليه العباد معناها يعطيوا فرصه للحاجات اللي كيما هكا كتيبه خاصه كتيبه دان سارتان نيفو، خليوها في بلاصه باهيه. اون توكا سابر سي انتالون في الكتيبه، معناها يعرف يكتب وما فماك العمق، يلوج ينجح ساعات ما ينجح ساعات، اما ديما يلوج في عمق مش في الحاجه السهله اللي نسبه كبيره منهم في اعمالنا ملينا منه. احنا ساعات حاجات نتاع ضمار نحسوه نتاع التسعينات وحتى الثمانينات، حتى الفرساج نتاعو فرجوج اللي كتبه هو الديناري، اللي هو الديناري هو كتبه كتبته دونك تحسو سبونتاني صابر كما نعرفو. اون توكا تحيه لي صابر الوسليتي وللعمل نتاعو. نمشيو نحكيو على الحشاشين محمود البارودي، متابع وفي لهذا المسلسل، والبارح اكتشف برا مسلسل اخر اللي هو نعمل افوكاتو. نعمل افوكاتو يحكي لنا عليه غدوه ان شاء الله، ولكن 100 جرام قلوب كل ليله فرشي نعمل أبوكات الحش.